رحمه الله تعالى ومع كتابه الموطأ. وقفنا عند كتاب اللباس. معلوم أيها الأحبة أن هذا الدين العظيم دين الإسلام هو دين عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وسلوك ومنهج حياة كلها، بمعنى أن الدين ديالنا يتكلم على كل شيء، يصلح العلاقة ديال الإنسان المسلم في كل شيء، يصلح العلاقة ديال المسلم بينه وبين الله. كيف تعرف الله الذي خلقك سبحانه وتعالى؟ وكيف تعبده حق العبادة؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تقوم بالأعمال التي تنفعك بينك وبين الله؟ ثم هذا الدين ما فيش غير الصلاة والعبادات، بل فيه حتى المعاملات والأخلاق. أن واحد اليهودي قال لعمر أو الواحد من الصحابة قال له: عجبت لرسولكم، أراكم كل شيء حتى الخلع. قال له: تتعجب للنبي ديالكم؟ وراكم كل شيء، ما خلى والو، بمعنى وراكم كيفاش تاكلوا، كيفاش تشربوا، كيفاش تدخلوا للحمام، اشنو تقولوا هنا، اشنو تقولوا هنا، حتى الخلع. يعني حتى لما الله يكرمكم تيكون الانسان بوحده في الخلع، علموا النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يجلس، كيفاش يقول، وكيفاش كذا، كيفاش يقضي الحاجه ديالو. بمعنى ان ديننا دين جامع. ومن ذلك ما يتعلق باللباس. ولذلك هذا إمام مالك عقد هذا الباب هذا في الموطأ، سماه كتاب اللباس. كيف ينبغي أن يكون لباس المسلم؟ المسلم ينبغي أن يكون ثيابه طاهرا نقيا، وأن يلبس يعني أحسن ما عنده، وأن يظهر نعمة الله عليه وحسب ما أعطاه الله عز وجل. كينفق على رسول كما كينفق في الأكل دياله والشرب دياله، كينفق في اللباس دياله حسب ما عنده، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. بمعنى أن لا يليق بالمسلم أنه يكون عنده باش يلبس وكتلقاه يعني لبس لباس غير نقي وغير طاهر، ما مهليش في حالته، ما مهليش في الجسم ديالو، ما مهليش في اللباس ديالو. ماشي هذا من باب يعني اظهار الفقر او اظهار الفاقه او كذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من افقر الناس ويحب المساكين، ما بغاش الملك، ما بغاش يكون ملك، ولكن كانت الثياب ديالو جميله. ماشي معنى ان الانسان اذا كان فقير انه راه ما يلبس شيء. داك الشيء على حسب اللي عطاك الله عز وجل. وقد ترى شخصا في الناس يعتني بمظهره وان كان يعني لا يملك من حطام الدنيا الكثير، وكتلقى العكس ديالو، العكس ديالو، واحد اعطاه الله عز وجل يعني من الدنيا ما اعطاه، ولكن لا يعتني بمظهره. شوفوا انت تقول هذا ما عنده حتى ريال، هذا يستاهل يعني الصدقة، هذا ربما يعني من أفقر الناس، وهذا لا يليق. كان واحد في البلاد عندنا، كان واحد جوج الناس من هذا النوع اللي قلنا الله يرحمهم جميعا. كان واحد يعني في هذيك القرية كان يضرب به المثل يعني في الجنانات ديال التمر، الجنانات ديال التمر، بمعنى غير العدد ديال الجنانات اللي عنده تبارك الله ديال التمر، بلا ما نهضروا على القناطر ديال التمر والخزائن ديال التمر والكميات اللي تيصيفط للمدن الاخرى. يعني كان، لكن سبحان الله يعني كان لا يعتني بمظهره، وكان على عكس ديالو واحد الرجل يعني من افقر الناس، الحاله ديالو يعني كما كنقولوا معتدله جدا، ولكن سبحان الله رغم انه كان من الفقراء كان يعتني بمظهره. ولقتهم القدره في الباب ديال السوق، كاين واحد الكليسه
يجلسوا فيها الناس في الباب ديال السوق، هذا جلس والاخر حداه. وجا واحد كيطلب، واحد كيطلب، قال لي الوالد الله يرحمه، هذاك الزمان كانوا الناس كيطلبوا غير ما ياكلوا، ما كيطلبوش الفلوس، كيقول لك عافاك اعطيني شي خبز، عافاك اعطيني شي شعير، عافاك اعطيني شي تمر. وجا قالوا ليه دوك الجوج جالسين عند من غيمشي هو حساب المظهر ديالو، حساب المظهر مشى عند هذاك الرجل، وهذاك الرجل راه هذاك هذيك الجلابه هي اللي كايبه لك، هذيك الجلابه اللي لابس هي اللي كايبه لك. شاع عنده قال له بالصحه عافاك اسدي فلان، كي كانت يجيني يعني اعطيني شي اعطيني شي تمر ما ناكل وما ندي للوليدات. وجاوبوه هو بواحد الجواب مختصر، قال له شوف سبحان الله، قال له بينك وبين التمر غير شبر، شبر يعني داك الشيء اللي بينه وبين داك الراجل اللي حداه، قال له بينك وبين التمر غير شبر، تردس يعني كنقولوا حنا تردس، قال ليه هي راه كتهيني غير تردس، زعما كون زدتي واحد الشبر. ولكن علاش ما مشاش عند الاول؟ هذاك راه عنده تبارك الله الاطنان ديال التمر غير مخبيه، كاين التمر عنده ديال العام اللي فات وديال ولا العام اللي فات وديال، ولكن ما معتهديش بالمظهر ديالو. فالمقصود من هذه القصه، وان كان حنا تنترحموا عليهم بجوج لان مشاو عند الله تعالى، نترحموا عليهما جميعا، نسال الله تعالى ان يرفع درجتهما في الجنان. الشاهد من هذه القصه هو الانسان يعتني بمظهره وماشي في غير اسلاف، غير اسلاف. خلينا نشوفوا الاحاديث اللي كتضبط هذا الكلام اللي كنتكلموا فيه، اللي كنتكلموا فيه الان. غنبداو بواحد القصه كيرويها لنا جابر، جابر هذا من كبار افاضل الصحابه، والصحابه كلهم افاضل، وكان من رواه الحديث، وكان كيسمع الكلام او الحديث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وباه مات في غزوه احد، من شهداء غزوه احد. جابر بن عبد الله قال لك كنا في واحد غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميتها غزوه بني انمار. قال فبينما انا نازل تحت شجره اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقبل، فقلت يا رسول الله هلم الى الظل. قال لك ملي شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي وانا نخوي ليه واحد البلاصه فيها الظل، واحد الشجره فيها الظل، والصحابه كان فيهم الايثار، اي احسن مكان تيخليو الرسول صلى الله عليه وسلم، شي مكان فيه الظليله ولا كذا، راه كيكونوا عشرات ديال الصحابه في الغزوه وكيكونوا في البقايله ديال الشمس. ولكن كما في واحد الغزوه اخرى قال لنا الصحابي، قال لنا كاين اللي كيلقى غير واحد الحجره دايره شويه الظل، كيخشي غير راسو، كيخشي غير راسو الظل باش يرتاح شويه والجسم كامل في الشمس. وكاين اللي كيلقى النص ديال الظل، وكاين اللي كيلقى الظل كامل. قال لك ولكن هنا لقينا واحد الظليله مزيانه خليناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله هلم الى الظل. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غراره لنا، فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته. قال لك حليت واحد الغراره، الغراره يعني خنشره، الخنشره حليتها وجبت للرسول صلى الله عليه وسلم شي حاجه ياكلها. اشنو لقى؟ قال لك لقى داك سميتو الفكوس، بحال الخيار هو الخيار. قال لك لقيت واحد شي خيارات صغار او شي فكوسات صغار وهرستهم واعطيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ياكلهم. قال فقربته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اين لكم هذا؟ فين لقيتوا يعني هذا يعني هذا الخيار او هذا الفكوس وحنا في الصحراء وحنا في فقال قلت يا رسول الله خرجنا به الى المدينه، هذا الشيء جبناه معنا من المدينه، كيديو معاهم بزاف ديال الطريق، فاكهه تمر كذا الى اخره. قال جابر وكان عندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال كان معاه يعني واحد سراح ديالو، سراح ديالو كيسرح لهم الغنم، وكان معاهم في هذا يعني حضر معاهم في هذا السفر هذا. قال ثم أدبر يذهب وعليه بردان قد خلقا. قال لك لابس واحد جوج لبسات خلال بزاف كاشفين، البرد يعني متناه بردان، كيدير واحد فوق واحد واحد لتحت. قال لك يعني قد خلق، خلق الخلق هنا من القدم، نقول خلق الثوب، كلمة خلق في اللغة العربية عندها معاني غير هو المضارع هو اللي كيبين لنا المعنى، خلق يخلق هو من القدم، وخلق يخلق من
خلق ديال الله تعالى، خلق يخلق خلقا، أي الله تعالى يخلق خلقا، لكن خلق هنا يخلق، يخلق بمعنى يقدر. وفيه حديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم قال: ولا يخلق عن كثرة الرد. القرآن واخا كيتردد وكيتعاود وكيتكرر ما كيقدرش، كيبقى ديما جديد، كأنه عجب جبريل عليه السلام. والمقصود هنا قال: وعليه بردان قد خلق، لابس واحد جوج ديال التواب باين قدام بزاف مكشوفين كاشفين. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه فقال: أما له ثوبان غير هذا؟ أما له ثوبان غير هذين؟ واش ما عندوش شي ما يلبس من غير هذا الثواب؟ يعني ضرب بهم سنوات وسنوات. قال: فقلت بلى. يعني جابر كيعرف هذا الخدام، لأن خدام معاه، قال له راه عندوش واحد جوج ثواب زوينين، قيل شويه على هذا. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فادعوه فمره فليلبسهما. قال له: عيط عليه قول له يمشي يلبس هذا اللي مقيل عليه ويخليها قال: فدعوته فلبسهما، فلبسهما، أي لبس هذوك اللي نقيين، وخلى هذوك اللي بالين، يعني مقطعين إلى آخره. قال: ثم ولا يذهب، وملي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ذوك التواب اللي هما نقيين وزوينين، قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد الكلمة، وهذه الكلمة كتقال يعني بحال نوع من الزجر، ولكن الظاهر فيها واحد نوع من الدعاء. فقال: ما له؟ ضرب الله عنقه، أليس هذا خير له؟ قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم: وشوف دابا كيفاش ولا الرجل، كيفاش ولا القيل، كيفاش ولا كيبان، أعطى الله واحد الهيئة زوينة، ولبس دوك جوج ثواب مشرقين بحال ما جاوش معاه، ولكن دابا ملي لبس ثواب القيل، شوف كي ولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هنايا ضرب الله عنقه، هذا في ظاهره الدعاء، بحال ملي كتقول شي واحد الله يعطيك كذا كذا كذا، ما كتقصدش يعني ذاك الدعاء بنفسه. ولكن هذاك الشاب اللي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله عنقه، قال: يا رسول الله في سبيل الله، زعما الله يضرب هذا العنق في سبيل الله، زعما الشهاده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله، زاد كمل ليه الجمله، قال: في سبيل الله. فمات هذا الرجل في هذه الغزوه، مات شهيدا في سبيل الله، كانه اصابته دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من القصه كلها شنو هو؟ وخا فيها فوائد كثيره، لكن الشاهد منها ان الانسان الى عنده الثوب مزيان واللباس مزيان يعتني بالمظهر ديالو، ما يبقاش ديما خالي هذاك اللي مزيان وعنده وتيلبس الثياب يعني مجردله موسخه وما مقياش وكذا. دائما الانسان هذا من الى الدين، ان يعتني الانسان بمظهره. باش نعرفوا ان الدين ديالنا دين الجلال والجمال، دين النظافة ودين النقاوة ودين الطيب ودين الجمال. النبي صلى الله علمنا السواك، علمنا ان العينين ديالنا يكون نقيين، الفم ديالنا يكون نقي، اللباس ديالنا يكون نقي، طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم راه اخر رمق حياته وشاف العود ديال السنان ديال الارك في فم عبد الرحمن خو عائشة،